وإلى التطورات الإنسانية والميدانية، أفاد مراسل العربي باستشهاد 4 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. كما أكد مراسل العربي سقوط شهيد وجرحى في استهداف جيش الاحتلال منزلا وأراضي زراعية في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. إلى ذلك نفذ الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف الأحياء الشرقية لرفح جنوبية قطاع غزة.